أردوغان كاتشاتوريان رئيس أرمينيا. تفضل فخامة الرئيس. Your Excellency, you have the floor. صاحب الفخامة لكم الكلمة. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، سيدتي وسادتي، أولا اسمحوا لي أن أعرب لكم عن امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشكر الموصول لحكومة مصر على التنظيم المحكم لهذا المؤتمر. بلغتي الأم أقول ما يلي: إن أرمينيا بلد نامي وملتزم تمام الالتزام بالعمل العالمي من أجل مكافحة تغير المناخ، ولطالما التزمنا بالعمل العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، وليس فقط من خلال الإعلان عن جدول أعمال مناخي طموح، بل كذلك من خلال العمل على إرساء منظومة اقتصادية خفيضة الكربون وقادرة على الاستدامة وذات منعة. فالتغير المناخي لا زال يستمر أمام أعيننا، وذلك يهم البلدان الأقل نموا والبلدان الجبلية والبلدان الجزرية والبلدان غير الساحلية مثل أرمينيا. وهناك النظم البيئية التي صارت مهددة، وكذلك الشأن بالنسبة للموارد المائية ومخاطر الفيضانات والأعاصير والحرائق الغابوية، بالإضافة إلى الزيادة في الاحترار. لقد سجلنا 1.3 درجات مئوية زائدة و 9% من نقص التهطلات المطرية في بلادنا، مما يجعلنا من أكثر البلدان معرضة لمهب التغير المناخي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. حضرة الرئيس، نحن واعون تمام الوعي بالقدرة التخريبية الرهيبة للصراعات على البيئة، وكذلك فإن أثر الحرب على النظم البيئية يختلف ويتنوع، وللأسف في 13 من سبتمبر أرمينيا تم مهاجمتها من طرف أذربيجان في الأرض ذات السيادة في أرمينيا، وفي بلدات كثيفة الساكنة بما يشمل مدينة جرموك المعروفة بكونها منتجعا ومدينة سياحية للسياحة الطبية، وتم استهدافها بالقذائف. إذن هذه الأعمال العدائية تمت من خلال الطائرات من دون طيار والأسلحة الثقيلة، وذلك أدى إلى ضرر كبير بيئي، بالإضافة إلى ما بلغناه من تخريب من جراء استهداف خزان الماء في كشوت. سيد الرئيس، بالرغم من التحديات الموجودة على المستوى الأمني في أرمينيا، فإننا نولي الأولوية لجدول أعمال التغير المناخي، خاصة بالتركيز على التنمية خفيضة الكربون والنظيفة التي أقررنا بها على أنها أولوية، وذلك بالعمل باستراتيجيتنا التكيفية مع تغير المناخ، وهي استراتيجية بعيدة الأمد وواسعة النطاق، تهم الاستثمارات وكذلك دعم التنقل الكهربائي، وكذلك النهوض بتنمية قدراتنا من حيث الطاقة النووية المستعملة لأغراض الكهرباء. إننا ملتزمون بمكافحة تغير المناخ، والسنة الماضية قد وضعنا استراتيجيتنا 2021-2030 في شاكلة إسهامنا المحدد وطنيا، ونصب من خلال ذلك لوضع مستهدف جديد للتخفيف من وطأة تغير المناخ على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد، بمعنى 40% من خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030، وعدد من الحلول المبتكرة منها Debt for Climate أو الدين مقابل المناخ، وهي مبادرة ندعمها في علاقتنا مع الدول الدائنة.
كذلك نرحب بالتقدم المحرز على مستوى المادة السادسة من اتفاقية باريس، ونرحب بالصدى الطيب لقمة غلاسكو قبل سنة مع العمل على مواصلة الجهود من أجل انتقالة عادلة مستدامة خفيضة الكربون. سيداتي سادتي، إن وضعنا اليد في اليد فإن القوة التي سنتحلى بها ستؤهلنا إلى تخطي تحدي التغير المناخي مع العمل على التنمية المستدامة في إطار من التعايش الإنساني المسالم. شكراً.